فلما نقف مع ثانية اثنين الناس قروا الآية دي يا فندم وفكروا ثانية اثنين في الغار فقط، لا ده ثانية اثنين دي مفتوحة قوي. هديك بعض اللقطات السريعة، نبذة سريعة. ثانية اثنين، خد معايا ثانية اثنين في الإسلام. فأول ما نزل الإسلام على رسول الله وأول من أسلم من الرجال بعد الرسالة على النبي مين؟ أبو بكر. فكان سيدنا أبو بكر ثانية اثنين للنبي في دخول الإيه؟ الجنة. الإسلام لسه في دخول الإسلام، ده لسه في البداية خالص. سيدنا النبي نزلت الرسالة على طول، كان رقم اثنين معاه مين؟ أبو بكر. أبو بكر من الرجال، لأن يعني ستنا خديجة سبقت طبعا. طيب وإيه كمان ثانية اثنين؟ قال لك ثانية اثنين هو الوحيد الذي أما المسلمين في القبلة في مرض رسول الله. الرسول دايما كان يصلي إمام، فسيدنا النبي لما مرض قدم للإمامة بالمسلمين في الصلاة أبو بكر. فكان النبي الإمام رقم واحد وسيدنا أبو بكر الإمام رقم اثنين، فكان ثاني اثنين في الإمامة. وإيه كمان يا مولانا؟ قال لك ثاني اثنين للرسول صلى الله عليه وسلم في سن الوفاة. المفاجأة إن الرسول لحق بالرفيق الأعلى وهو ابن 63 عاما، وسيدنا أبو بكر أيضا انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو ابن 63 عاما في سن الوفاة. وإيه كمان؟ قال لك كان ثاني اثنين للنبي في مكان الدفن. فأول من دفن في حجرة السيدة عائشة هو رسول الله. وكانت السيدة عائشة لها رؤية، ممكن أقولها بسرعة؟ شافت رؤية زمان وهي صغيرة ولسه النبي ما جاش ولا فيه رسول ولا حاجة. رأت كأن ثلاثة أقمار، القمر أمر وأمر وأمر وقعوا من السماء، فجئنا في حجرة عائشة في البيت بتاع السيدة عائشة. خدي بال حضرتك. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان عنده علم بتأويل الرؤى. فقال لها إن صدقت رؤياك يا عائشة فسيدفن في بيتك ثلاثة من أخير خلق الله. من زمان قوي قوي. فستنا عائشة نسيت الرؤية وتزوجت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي توفي، وبعدين قال ما من نبي قبض إلا ودفن حيث قبض. أيوة. حلو. ودفن في حجرة عائشة، وكان بينه وبين سيدة عائشة ستار. فسيدنا أبو بكر هو خارج قال لها يا عائشة، قالت له نعم يا ناسية، قال لها هذا هو أول الثلاثة أقمار وهذا هو أخيرهم. وكان القمر الثاني مين؟ سيدنا أبو بكر. أبو بكر. وكان القمر الثاني هي سيدنا عمر. ثالث سيدنا عمر. هي دفنت في البقيع. وقالت كنت أدخر هذا المكان لنفسي. وسيدنا عمر قال لابنه استأذن من أمي عائشة، فإن أذنت فتفني بجوار صاحبي، وإلا فردني إلى بقيع المسلمين. وقال فلما أذنت له فسيدنا عمر قال له لا تدخلني على حجرة النبي وأبي بكر في الروضة الشريفة إلا بعد أن تستأذن من أم المؤمنين عائشة وأنا ميت، فربما أذنت لي حياء مني وأنا حج. بص يا فندم، ولما سيدنا عمر يدفن سيدنا أبو بكر بجوار سيدنا النبي، سيدنا أبو بكر يقول له كلام رائع. السلام أبو بكر ده قصة كبيرة. طيب. احنا هنقوله حاجات بسيطة قوي، هنعرف هيقوله ايه بس بعد فاصل قصير.